التسجيلات انطلقت في المدارس القرآنية. عندنا الحمد لله رب العالمين العدد الذي نأمل أن نصل إليه هو 100,000 مسجل. بدأ التسجيلات العام الماضي كانت في هذه الحدود تتدعم. نعم 100,000 مسجل لتتدعم هياكل القطاع بخمس مدارس قرآنية جديدة وتوسعات أخرى وتجهيزات أخرى في إطار تحديث منظومة التعليم القرآني واعتماد الكتاب الجديد الذي أقرته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بمنهاج موحد عبر ربوع الوطن. والحمد لله رب العالمين كما ترون نتائج المدرسة الصيفية القرآنية مشجعة جدا، ونتائج المدرسة القرآنية حتى خلال الموسم الدراسي ترون كيف أن أبناء المدارس القرآنية كانوا جلهم متفوقين حتى في الامتحانات التعليمية والدراسية.